هذه صور فرز اللجان العامة أمامنا على الشاشة، الإسكندرية والبحيرة وبني سويف والدقهلية على الهواء مباشرة. هذه اللجان العامة كما تعرفون إيه اللي بيحصل، اللجان الفرعية بيتم داخلها الفرز، يعني كل اللجان الصغيرة الفرعية الـ 11 ألف وما يزيد من اللجان بيتم داخلها الفرز، ويحضر الفرز مين اللي بيحضر الفرز يا أستاذ عصام؟ مندوب كل مرشح، الوكيل الوكيل أو المندوب للمرشح، مندوب كل مندوب لكل مرشح بيكون موجود، والمنظمات اللي مصرح له بحضور بالظبط. وبعد كده المستشار بينقل الرقم بيعمل محضر. ايوه لو كل 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 رئيس لجنه فرعيه كل صندوق بيجمع الارقام بتاعته ويسلمها لرئيس اللجنه العامه. اللجنه العامه ممكن يبقى فيها 200 300 صندوق، كل رئيس لجنه فرعيه بيقوم بتجميع الاصوات ويسلمها في ظرف مغلق الى رئيس اللجنه الهيئه الوطنيه للانتخابات، ورئيس اللجنه العامه بيستلم بدوره هذا الظرف ويسلمه الهيئه الوطنيه للانتخابات، يعني عمليه تراتبيه. تعلن نتيجتها يوم الاثنين يوم 18. يوم 18. طيب سؤالي بقى الطعون، يعني مثلا مين يعني في الجدول ان في 14 يوم الطعون، هنا بقى اللي هو مثلا مندوب اي مرشح؟ لا لا لا، المرشح نفسه صاحب المصلحه. صاحب المصلحه. يعني وانا اتصور انه ما فيش اخطاء كبيره ارتكبت في الانتخابات تدي الحق لاي من المرشحين ان هو يعمل. هم اعلنوا نفسهم، هو ممكن يعمل طعن على صندوق مثلا، ممكن وهو واقف مثلا بيشوف اي فرز، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تستدعي ان يطعن على ايه ويقول طعن إيه؟ على الصندوق ولا طعن على النتيجه؟ لا انا بتكلم على طعن على الصناديق. لا، على الصناديق تبت فيه الهيئه الوطنيه، بتبت فيه هي من صلاحياتها ان تحقق في هذه الشكوى وتشوف اذا كان هيتم استبعاد صندوق بعينه، اذا كان هيتم استبعاد اصوات الى اخره، لكن من صلاحيات الهيئه الوطنيه ان تفصل في هذه الطعون. ده غير انه في طعن على النتيجه، ده بيروح المحكمه الاداريه وده اجراءات اخرى. طيب كنا نستمع إلى ما قاله لنا المستشار محمود فوزي، وبدأ طبعا سعيدا بهذه الحملة، بالمجهود، بالخروج الناس بهذه الأعداد، وإحنا العدد الأساسي اللي عندنا هو 30 مليون ده لحد امبارح، لكن طبعا إحنا بنتكلم في أعداد أكبر من ده بكتير. يعني تعليقك على ما قاله المستشار محمود فوزي. أنا يعني عندي انطباع انه المعركه الانتخابيه والحمله الانتخابيه ومؤسسات الدوله ادارت هذه المعركه اداره احترافيه، واضح فيها ان في تراكم خبرات، واضح فيها انه في ادوار محدده لكل جهه. احنا استمعنا للهيئه الوطنيه وحديث عن 45%، فهيئت الرأي العام ان احنا توقعنا كلنا ان النسبة هتزيد على اعتبار ان احنا كنا في نص اليوم الثاني. الصديق العزيز ضياء رشوان قال ان احنا وصلنا ل 62%، فاحنا مهيئين ان احنا نسمع 62 وربما نصل الى 65. هذا التمهيد وهذه الاحترافية في إدارة المعركة تجعل هناك مصداقية شديدة لقبول نتيجة الانتخابات ايا ما كان شكل هذه النتيجة. أنا تعليق، هو يعني إحنا يعني احتكينا ببعض في مناسبات عديدة، هو قاضي ملتزم جدا، وأنا يعني سعدت جدا لما هو قال أنا ما أقدرش أعلن الذي يملك إعلان النتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات. ده أمر، لكن في كل الأحوال إحنا قاعدين بنحلل على ضوء معلومات متاحة، قد نخطئ وقد نصيب، لكن على ضوء ما لمسناه. أنا لما بتكلم عن اليوم الأول في أي انتخابات إن اليوم الأول دايما بيبقى يوم هادي وفي عزوف إلى حد ما لغاية منتصف النهار، لكن هنا لما ألاقي ناس من 7:30 أمام اللجان ده بيديني مؤشر لحاجة. لما بشوف إن اليوم الثالث اللي كان يعني نصه الاولاني تقريبا في شبه عزوف لغايه ما الناس تخرج من شغلها، والدقيقه الاخيره اللي بيلحق في النص الثاني، لا اليوم الثالث استمر كما اليوم الثاني كما اليوم الاول، فده بيدينا مؤشر احساس المواطن المصري بالخطر وما يشاهده من حوله. انت عارفه ملخص الموضوع ايه؟ ان الشعب المصري يحتاج رجل قوي في هذه المرحله، بس هو عاوز رجل قوي يحمي مصر من اللي هو شايفه حواليه، سودان، ليبيا، غزة، فلسطينيين، ناس هتخش عندنا، هنعمل ايه؟ فأنا أعتقد كان في فرص كبيرة للسيد الرئيس إن هو يحصل على مثل هذه الأصوات. وبالمناسبة
حتى أكون أمين، لو لم تكن قضية غزة والأحداث والصراعات التي من حولنا ما كان ليحصل على مثل هذه الأصوات. يعني وربما لم نكن لنشهد هذا الخروج ده حتى لو كان هناك تنظيم. ما هو ما هو ده بيربطه ما هو بيربطه سعيد بوضوح شديد أنه في حدث مهم جدا كبير جدا، وده اللي دفع عدد كبير من الشباب. الشباب يعني كان عنده عزوف أنه يقرر المشاركة، فهو شعر في خطر كبير بأنه في خطورة يعني، وانا احتاج رجل قوي الشعور الوطني. يعني حتى في ظروف عاديه احنا مش محتاجين برامج ولا افكار سياسيه ولا برنامج ولا حاجه. احنا ايه هنعمل ايه في المستقبل؟ احنا محتاجين من الرئيس ان يبقى عندنا برنامج وعندنا عقليات جديده.